جابت الفرق الموسيقية العسكرية اليوم عددا من شوارع أمانة العاصمة والأماكن العامة لمشاركة المواطنين مباهج وأفراح الذكرى الأولى لثورة 21 من سبتمبر. وعزفت الموسيقى العسكرية عددا من المقطوعات والألحان الموسيقية المعبرة عن أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. وأجالت الفرق شوارع العاصمة صنعاء وقدمت خلالها الألحان الموسيقية المعبرة والتي جسدت الأجواء الفرائحية بحلول هذه الذكرى الغالية على نفوس أبناء الشعب اليمني. وأعرب المواطنون عن إعجابهم وشكرهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يقدمون أروع الملاحم والبطولات في ميادين الشرف والبطولة كافة.